عنهم. عائشة أعود مذكرا بأمنا عائشة الفقيهة العالمة، وكما قال القائل من أراد علما في أي باب، باب الأنساب، باب التفسير، باب الفقه، باب الحديث، تجد عند عائشة رضي الله تعالى عنها منه علما. فجدير بأخواتنا طالبات العلم أن يجتهدن في نشر كتاب الله وسنة رسول الله وتعليم الناس. أسوتهن أمهن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحمد لله رفع الله ذكرها. فكل يوم نقول عن عائشة رضي الله عنها، يوميا نقول عن عائشة رضي الله عنها، فهنيئا لها بالعلم وبامتثال الآية الكريمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.